راسي يا راسي وكل من يقول راسي راسي يا راسي وكل من يقول راسي راسي يا راسي وكل من يقول راسي. مدينة الخميسات عاصمة زمور من أجمل مدن المغربية، وفي فصل الشتاء كتكون لها جاذبية خاصة اللي كتخلي واحد من ألمع نجوم الأغنية الشعبية والأمازيغية يرتبط بها ارتباطا وثيق. الفنان فيصل وبحكم الالتزامات الفنية ديالو وتنقلاته المستمرة ما يقدرش يغيب على الخميسات اللي عنده معها أسرار كثيرة، غادي يقربنا منها من خلال برنامج بين البارح واليوم. راسي ما بقى حبيب ما بقى من صادقه راسي ما بقى حبيب ما بقى من صادقه راسي ما بقى حبيب ما بقى من صادقه لا تدي الكلام لا تجيب العبد الغدار فارقه بنادم طبعه صعيب كل هواش وافقه بنادم طبعه صعيب كل هواش وافقه ياك البشر طبعه صعيب كل هواش وافقه. مدينة الخميسات هي مسقط الرأس ديالي، أنا من مواليد مدينة الخميسات 1958، وزدت فيها ولكني لظروف مشيت لتازا عشت مع جدتي مات الوالدة بقيت تماك حتى للسن ديال 16 عام، ولكن كانت ديما الخميسات كتربطني بها، يعني علاقات كنت كنجي ليها كنت وافد عليها في العطال المدرسية دائما، و دوزت فيها يعني الصغر ديالي وغلو مشي بزاف، ولكن الخميسات كتكون مسقط الرأس، فيها والديك فيها العائلة، راه كتكون مدينة يعني كتكون محبوبة عندك بزاف كتكون عزيزة عندك. وسيدي وربي ليثيني حبيني وعدلس ويزور الزون ذو ذمان الزريل من ماني العايد ماني العزاز يونا the
الأسري بالنسبة لفيصل كان عنده طعم من نوع خاص، والابتسامة اللي كانت ترسم على محيا الوالدة ديالو وخوته ما عندهاش ثمن. احنا جالسين الحمد لله في جو عائلي وسط الابناء ديالي، ولدي الكبير سي نوفل والولد الصغير ديالي سي نادير. سي نادير ما عندوش مع الموسيقى بزاف، مازال كيتابع الدراسه ديالو في الجامعيه، والسينوفل هو اللي شبهنا شي شويه عنده مع الموسيقى، تيدير شويه ديال الراب، كيعيش في الديار البلجيكيه هكذا. والدراري هما الا بغاو يقولوا شي كلمه في حق باهم يقولوا، يا مزيان يا ما مزيانش، اللي بغيتو قولوا. دوي ديري كيف ما كتعرفوا سي فيصل، استاذ فيصل ديالنا هو استاذ قبل ما يكون زعما اي حاجه، حرص زعما دائما كان حريص على انه تكون عندنا واحد التربيه اللي هي بحالنا بحال جميع الاسر الاخرين، ماشي زعما حيت هو ارتيست غادي تكون عندنا شي تربيه سبيسيال ولا نكونوا سبيسيال، لا، دائما كبرنا في التواضع، ودائما كيقول لنا على انه واحد انسان متواضع، انسان شعبي، وهاد الحاجه اللي كنشوفوها حتى مع الناس، شوفوها تبع الناس كيبغيوه، اي سانو في فريمون، حتى حنا سانو في بليزير انه كنشوفوا كاع الناس كيبغيوه وكيهضروا في الوالد ديالنا مزيان. وصراحه هذه واحد الحاجه كتشرفنا وكتعلي بالراس ديالنا زعما فوق الراس والعين زعما كتشرفنا بزاف. وانت سي نادير شنو رايك في باك؟ الراي ديالي هو انني انا فخور بانني ولدك اول حاجه، وربيتينا احسن تربيه وعلى التواضع اللي ديما كنشوف فيك هاد القيم هادي من حنايا صغارين، وحنايا فخورين بيك بداكشي كامل اللي درتي واللي درتي معانا وقريتينا وكبرتينا حتى دابا، وغنبقاو زعما دائما فخورين بيك.
استطاع الفنان فيصل باش يحظى بشعبية كبيرة في الثمانينات والتسعينات وسط منافسة قوية وجود جوج ديال القنوات التلفزية الأولى والثانية فقط والإذاعة الوطنية، عكس ما كان شاهدوا اليوم من شبكة التواصل الاجتماعي اللي كتيح الانتشار السريع. وكانت أغاني فيصل كتحقق شهرة واسعة أعلى نسبة مبيعات. كانت الأغنية ديال ملكوتشي هي أول تسجيل اللي سجلت أنا في 85، ولكن هذيك الأغنية راه عندها أرضية ديالها، راه عندها مسار طويل ديال العمل وديال السهرات الحفلات اللي كنا كنديرو في الخميسات والنواحي، وبديت نمشي من غير النواحي كنمشي، وليت نمشي لمكناس، نمشي نغني في الرباط، نمشي نغني في قنيطرة، نمشي نغني وأنا مازال ما سجلتش. فهاداك هاد الخدمة هادي كلها راه هي اللي عطات هاد الشيء هذا باش نجحت هذيك الأغنية هذيك. هذيك الأغنية كانت هو أول تسجيل ديالي ديك الألبوم ديال الملكوتشي وعباس وعلاش طولتي الغيبة. فهذه هي اللي كانت ضربت، وأنا ما كنتش كنتصور غادي تضرب هذيك الضربة بكل صراحة، لأن حتى كيجي عندي مسكين هذاك السي محمد الله يرحمه تيقول لي شتي ولدي كنمشي للدروي ديال السوق ضرب عمر، كيقولوا لي ها فيصل جا الله يرحمه مسكين. كيخص الفنان يفهم واحد الرساله، واحد النقطه يفهمها، بان الوصول الى القمه شيء صعب، ولكن البقاء والمكوت في القمه اصعب. يعني ها انت رقبتي كما تنقولوا حنا، ولكن كيفاش غادي دير باش تبقى انت مواكب هذيك الشهره هذيك؟ هذا هو اللي صعب بزاف. بغيت نخلف ما بقى نصبر ما غادي تلف، بغيت نخلف ما بقى نصبر ما غادي تلف. أمنتي جاي لاقيني بحبيبي، أمنتي جاي لاقيني بحبيبي. حلف بحلوفي تنعذبو كما عذبني، حلف بحلوفي تنعذبو بعينك تشوفي. مشيت نجيبو انتو زها ومشى لعزيبو، انا مشيت نجيبو انتو زها ومشى لعزيبو. ملكو تشي جمع كلشي ما غاديرشي، ملكو تشي هز كلشي ما غاديرشي. نعطيك العهد سيدي بوتهب العقل معذب، نعطيك العهد سيدي بوتهب لماش تقلب. أمنتي جاي لاقيني بحبيبي، أمنتي يا بنتي جاي لاقيني بوزاني.
الفنان فيصل أو أوركسترا فيصل هو رائد من رواد الأغنية الشعبية الأمازيغية. عرفته وعرفه المغاربة جميعا من خلال عدة أغاني نعود بها إلى الزمن الجميل، كأغنية ملك كوتشي، راسي راسي، وأغاني أخرى. عندما نستمع إلى أغاني الفنان فيصل نعود إلى زمن الطفولة، زمن الجميل وزمن الفن الراقي. الدليل على نجاح أغاني فيصل هو أن مجموعة من الفنانين العرب عادوا تسجيل بعد أغاني فيصل كأغنية ملك كوتشي التي تغنى بها الفنان العربي الجسمي، والذي ساهم في انتشارها على الصعيد العربي. إذا كانت سنوات الثمانينات والتسعينات بمثابة الزمن الجميل أو العصر الذهبي بالنسبة لفيصل، فاليوم اختار يبقى خلف الأضواء، والغياب ديال النسبي في المشهد الفني كيطرح أكثر من علامة استفهام. لغد نعرف الجواب ديالو على لسان فيصل نفسه. كاين العامل ديال السن، وكاين العامل ديال الامكانيات، وكاين العامل ديال الوسط الاجتماعي ديال الفنان. ملي كنهضروا مثلا على اواخر السبعينيات وبدايه الثمانينات، كنا عزارة، كنا دروسنا مازال ساكنين عند والدينا، ما عندنا مسؤوليه، ما عندنا حتى شي حاجه. سحر طنجة وجاذبيتها الفريدة من نوعها، وكل جميل فيها كيخلي الإنسان اللي زارها يتمنى يقضي وقت طويل فيها. أضواءها وألوانها واختيار نجوم السينما والموسيقى والغناء للاستقرار بها شجع الفنان فيصل باش يستقر بصفة نهائية بها. لكن لكل قصة بداية، فيصل اختار يرويها لكم وكل حنين الأيام الأولى بعاصمة البوغاز طنجة. يا دخلت عليك بالمحبة ولا عندي معاك شي زهر، شوفي فيا غي شويفة ولا تعطينيش بالظهر. ما تقولي انت غترية زدتيها بالصغر، زينك يزيد في المصر ويزيد حتى في العمر. مدينة طنجة، المدينة الساحرة، المدينة الجميلة، بالبحور ديالها، بالناس ديالها، بالجو ديالها. هاد المدينة هادي اللي ما كانش عندي في الحسبان ولا ضربت الحساب بأنني أنا واحد النهار غادي نجي نعيش في طنجة حتى صبت راسي فيها. مدينة طنجة جيت ليها بحكم العمل، بحيث أنني في سنة 1986 اتصلوا بيا إحدى الأوتيلات هنايا في طنجة، وطلبوني باش نجي نخدم عندهم، ولبيت الدعوة وجيت لطنجة وجيت خدمت لهم، وقلت لهم غادي نعمل معكم عقد غير ديال 3 شهور. جاوا دار فيا السيد مول الأوتيل رحمه الله، السي صلاح الدين بالافريش، قال لي يا مسكين، قال لي راك غادي تجلس في هذه المدينة هذه. قلت له لا، انا راني مازال يلا راني في الاوج ديال الشهره ديالي في 86 وداك الشيء ما يمكنش يجي. قال لي شوف، قال لي انا جيت لطنجه غير 15 يوم عطله، انا طالع في 15 عام دابا. وفعلا هذاك الشيء اللي كان، ملي جيت نمضي العقد معاه لقيتو دار فيه 3 سنين. قال لي غير مضي راك انت غادي تجلس هنايا، ومضيت العقد معاه. دازت ديك 3 سنين بحال دازت 3 ايام. مدينه معطاء هما ليها كرام، وانا دابا لحد الان انا واصل فيها دابا الان من 86 حتى 2023، 37 سنه دابا. واش بغيتو على دي انا عارف بغيتو بيا انا منتي منتي، وهي دادا وهي بابا من غير ممتي تا وحده ما تحلاني. يا وهي بابا من غير ممتي تا وحده ما تحلاني.
غي سافرتي بالسلامة ما قلتيها، غي سافرتي التبرة ما صبتيها، غي سافرتي بالسلامة ما قلتيها، غي سافرتي التبرة ما صبتيها. قلتي العقل خليتيني غنهبل والغيبة طولتيها. سولت عليك الحطامة بالغابة، سولت عليك الحراقة والهرامة، سولت عليك الحطامة بالغابة. جيتي العقل خليتيني غنهبل والغيبة طولتيها. سافرتي بالسلامة وما قلتيها، سافرتي تبرا ما سبتيها. جيتي العقل خليتيني غنهبل والغيبة طولتيها. والغيبه